تهدر الحناجر وتشق الأصوات عباب السماء، العيون متجهة نحو رؤوس السواري، والجباه مرفوعة ترنو إلى الأعلى، بينما تخشع الهمم إجلالاً واحتراماً لراية الوطن. تلك هي صباحات مدارسنا في الإمارات العربية المتحدة. يقضي الطلاب ثلث يومهم تقريباً داخل حرم المدرسة ومبانيها، متنقلين بين أروقتها وقاعاتها ومختبراتها وملاعبها، بحثاً عن علم ينهلونه ومعرفة يكتسبونها. لذلك تعتبر المدارس من أهم المرافق الحيوية، باعتبارها مكان تجمع لشريحة مجتمعية كبيرة، وهي كغيرها من المنشآت قد تتعرض في زمن ما لأخطار حقيقية ناتجة عن كوارث طبيعية أو مصطنعة تهدد حياة كل من يشغلها. الإخلاء في المدارس بين التخطيط والتطبيق. تعتبر عملية الإخلاء المنظم للمدارس في حالات الطوارئ واحدة من أهم الإجراءات التي تساهم بشكل فاعل في تحقيق السلامة العامة والتقليل من حجم الإصابات في صفوف الطلبة، وتجنباً لمخاطر العشوائية في التصرف ولجوء الطلاب إلى التدافع، كان لابد من وضع خطة مسؤولة للإخلاء مدروسة بعناية، وتدريب الطلاب على كيفية تنفيذها، وإجراء سلسلة من التجارب الوهمية وإنجازها بأقصر وقت ممكن وبدون أضرار بشرية. وحرصاً منها على نجاح خطة مواجهة الأزمات والحالات الطارئة داخل المدارس، فإن الجهات المعنية في الدولة وفي مقدمتها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وبالتنسيق مع الدفاع المدني، تبذل الكثير من الجهد والوقت عبر فريق لإدارة الأزمة في كل مدرسة يجري تدريبه على كيفية اتخاذ الإجراءات الوقائية والاستجابة الفعلية الواعية واحتواء الضرر. الاستعداد الجيد لعملية الإخلاء يساهم إلى حد كبير في تجنب الضرر الذي قد يلحق بالأرواح والممتلكات. يحتاج الاستعداد المسبق لعملية الإخلاء في المدارس إلى توفر مجموعة من الشروط البيئية، وهي تزويد المدرسة بلوحات إرشادية ووسائل ومعلقات ذات علاقة بتنفيذ عملية الإخلاء، تحديد موقع التجمع وتأمينه بالاحتياجات الضرورية، توعية المشرفين والطلاب والعاملين بالمؤسسة وتدريبهم على ما يلزم من إجراءات خاصة بالتجربة وبالوقاية من الخطر، تجهيز المدرسة بمكبرات صوت، كشافات يدوية، صفارات، معدات إنقاذ خفيفة، بطانيات صوفية، تجهيز موقع لوضع جداول الحضور والغياب صباح كل يوم، توزيع التكليفات الداخلية فيما بين الهيئة الإدارية وهيئة التدريس بما فيها الاتصال بالدفاع المدني، التنسيق مع مركز الدفاع المدني الذي تقع المدرسة في دائرة اختصاصه. من الأفضل تحذير ذوي الاحتياجات الخاصة بماهية تلك الاستعدادات المسبقة من خلال ملصقات ونشرات توعية، كما يجب على إدارة المدرسة أن تكون على إدراك تام بالفصول المشغولة بمرضى لاتخاذ الإجراءات المناسبة تجاههم في حالة القيام بعملية الإخلاء، ولإخطار فرق الدفاع المدني بهذه الحالات في حال تدخلها. وينبغي على المدرسة إجراء تجارب وهمية عديدة خلال العام الدراسي للوقوف على السلبيات ووضع الخطط البديلة لتلافيها أثناء التجارب اللاحقة. مخرج الطوارئ منفذ وجد لإنقاذك، فلا تقفله بيدك. يعتبر مخرج الطوارئ المنفذ الذي ينتهي عنده مسار طريق مغادرة المبنى المؤدي مباشرة إلى مكان نقطة التجمع الآمنة خارجه،
وفي الهواء الطلق، ولتحقيق الهدف المرجو منه يراعى ما يلي: يجب توفير مخارج الطوارئ اللازمة والكافية لإخلاء جميع الموجودين في أقصر وقت ممكن، تثبيت لوحات إرشادية كافية للدلالة على مسار الخروج وتوضيح اتجاه الطريق. لا يجوز تغطية مخرج الطوارئ بأية مادة قابلة للاحتراق أو قد تسبب الانزلاق أو التعثر. لا يجوز وضع أو تركيب أي شيء ثابت أو متحرك من شأنه تضييق مخرج الطوارئ أو إعاقة استخدامه. يراعى أن تفتح جميع مخارج الطوارئ المؤدية إلى خارج المبنى، وأن تكون سهلة الفتح وذاتية الارتداد. لا مستقبل للطفولة من دون بيئة صالحة ومدارس آمنة. أخطر الإدارة فوراً عن كل حادث تراه أو أي خلل تلاحظه في تجهيزات المؤسسة التعليمية. تجنب ملامسة الأسلاك الكهربائية المكشوفة، وقم فوراً بالإبلاغ عنها لإدارة المدرسة حرصاً على سلامتك وسلامة زملائك من الإصابة بالصاعقة الكهربائية. فور سماع جرس الإنذار ولضمان تنفيذ عملية الإخلاء بنجاح، يجب على شاغلي المؤسسة اتخاذ الإجراءات التالية، كل حسب الدور المحدد له مسبقاً، وهي اتباع الأسلوب المتفق عليه في إخلاء الطلبة واعتماد الوسائل الإرشادية للوصول إلى نقطة التجمع، تأمين الموقع المجهول من قبل الطلبة، الفصل أو الغرفة قبل الخروج منه بإقفال النوافذ وفصل الكهرباء، ثم غلق الأبواب بعد التأكد من خروج الجميع من قبل المعلم وتعليق بطاقة تم الكشف. التوجه إلى نقطة التجمع مع مراعاة عدم التدافع. أما بالنسبة للأطفال فيجب أن يمسك كل طفل بيد زميله حتى لا يخرج بعضهم عن خط السير المفترض. الإشراف على وصول الطلاب إلى نقطة التجمع وتنظيم تواجدهم. إذا كنت خارج الفصل عند سماعك لجرس الإنذار، سارع باللجوء إلى نقطة التجمع المحددة سلفاً. سارع إلى مساعدة زميلك المعوق أو المريض بالطريقة التي تضمن عدم تعرضك للخطر. مراجعة سجلات الحضور والغياب للتأكد من عدم تخلف أي طالب. منع أي مركبة من الوقوف أمام المدخل المخصص لدخول آليات الدفاع المدني. فتح البوابة بالكامل والاستعداد لوصول الدفاع المدني. Some very distraught people who were in that building who watched this gunman open fire. Of a powerful earthquake just outside of Christchurch. يعني كثر الآن يثيرون مسألة مرور 24 ساعة على المدرسة المنكوبة. بدأت اليوم تحركات نحو وضع حلول جذرية نتمناها إن شاء الله. أبوي أمي كام دارسنا إحنا غير.